بيبدأ فيلمنا بحفل راقص بمناسبة الصيف بتشارك فيه مغنية مشهورة جدا اسمها كيلينيا كريكيرو، وبتكون جدة جينيا بتتفرج على الحفل الراقص ده من التلفاز. بينما جينيا بتقول لأخوها تافينهو انت لسه ما جهزتش يا تافينهو، العرض بتاعي بعد شوية وانا محتاجك معايا عشان لو العرض نجح فرصتي اني اسافر ادرس في باريس هديد اكتر. جينيا بتدخل الخيمة بتقول لهم انتوا لسه ما جهزتوش، يلا جهزوا خلونا نعمل عرض رائع. بتتكلم مع المدرسة بتاعتها وبتقول لها ايه رأيك يا بروفيسيرا، هل استاهل رسالة توصية؟ المدرسة بتقول لها طبعا ولكني المدرسه بتاعتك ومش هينفع اكتب لك رساله التوصيه. وبتطلع جينيا بعدها للجمهور عشان تقدم لهم عرض الازياء بتاعها، واخوها بيكون هو الموديل وملبسها ملابس غريبه جدا. هنا بيجي ابوها الراجل المتعصب المترشح لرئاسه البلده تبع حزب العائله والقيم، وبيقول لها وقفوا اللي انتوا بتعملوه ده، البلده دي بتاعه حزب القيم والعائله، وبعدين ايه اللي انت لابسه ده يا ابني، ينفع كده تبهدل نفسك؟ وبياخدهم للخيمه يوبخهم شويه على الانحلال اللي هم فيه، وبيطلب منهم انهم يدعموه في الحمله الانتخابيه بتاعته، وبيعرفوا منهم لازم يحضروا معاه مؤتمر خلال الاسبوع اللي جاي. فجينيا بترفض وبتقول له انا هقعد مع جدتي، بينما اخوها تافينهو بينضم لابوهم. في البيت الجده بتتفرج على تحضيرات كرنفال خاص بالبرازيل، وبتيجي جينيا تشوف ان في مصممه ازياء مشهوره اسمها كاري هتكون موجوده، وبتقول ياه لو كاري دي كتبت لي رساله التوصيه انا هتقبل على طول في باريس وهقدر ادرس الازياء. وجدتها بتقول لها ما تروحي انت بنفسك وتطلبي منها تكتب لك رساله التوصيه. جينيا بعدها على طول بتتكلم مع ابوها انها عايزه تسافر للكرنفال، وابوها بيقول لها سيبك من الازياء والموضه والهبل ده يا بنتي، انا عايزك تمسكي لي الحمله الانتخابيه بتاعتي لاني هترشح لمنصب حاكم الولايه، خليكي مع جدتك لحد ما ارجع من المؤتمر انا واخوكي، هم اسبوعين بس وهنرجع تاني. جينيا بتدخل تتكلم مع جدتها وبتزعل لان ابوها رفض، وجدتها بتقول لها امشي ورا حلمك يا جينيا. وهنا بتجيلها الفكره المتينه وبتقول ان ابوها لسه قدامه اسبوعين، وبالتالي هتلحق تروح تحضر الكرنفال وتتواصل مع كاري وتخليها تكتب لها رساله التوصيه. وبالفعل بتاخد عربيه ابوها وبتشد على الكرنفال، لما بتوصل بتكون في زحمه عربيات، بتتوتر وهي بتكلم صاحبتها على الموبايل وبتخبط واحد لابس مهرج، بتنزل عشان تهزقه لكنها بتعجب بيه لانه وسيم جدا ومش بتبين ده. المهرج بيقول لها ما تقلقيش انا كويس، بتشتمه عشان تداري اعجابها وهو بيخضها بعدها وبيمشي. جينيا بتروح بعدها على شقه صاحبتها اللي هتقعد عندها في ايام الكرنفال، وبنعرف ان صاحبتها دي صوتها حلو بتكتب اغاني ونفسها تكون مغنيه مشهوره وحد يتبنى الموهبه المتينه بتاعتها. جينيا بتشد على مكان الكرنفال اللي المفروض كاري موجوده فيه، وهنا بيخبطها قرد اللي سايقه الشاب اللي هي لسه خبطه بالعربيه من شويه، بيسالها انت جايه تعملي هنا؟ فبتقول له جايه اقابل كاري مصممه الازياء، فبيقول لها دي مش فاضيه لحد ومش هتقابلك اساسا، وهي عايشه في لوس انجلوس. جينيا بتحس انه يعرفها قريب منها فبتطلب مساعدته، وبتقول له ارجوك عرفني مكانها فين؟ بدوره بيقول لها انت يا ماما عمرها ما هتعبرك، وبيسيبها ويمشي. بتيجي فكره لجينيا انها تلبس تيشيرت تبع الكرنفال، وهنا بتشوف مسؤول الكرنفال اللي ظهر مع كاري مصممه الازياء المشهوره على التلفاز، فبتروح له تطلب منه يوصلها بكاري مصممه الازياء الشهيره. بيجي شاب الوسيم اللي من شويه بيقول لها انت لسه هنا؟ انت لازقه كده ليه يا بنتي؟ وصاحب بيقول له اصبر عليها يا ولدي. جينيا بتقول لهم انا نفسي اقابل كاري افضل انسانه في العالم، وشاب الوسيم بيقول لها مين دي افضل انسانه؟ انت متاكده من كلامك؟ وبنشر هنا ان الشاب الوسيم يعرف كاري مصممه الازياء المشهوره، بتتحايل عليهم يساعدوها، والشاب الوسيم اللي بنعرف ان اسمه غويمه قلبه بيحن، وبيطلب من المسؤول اللي اسمه جوكا يبعتها لارليتا، وجوكا بيقول لها اطلعي من الاسانسير للدور الرابع هتلاقيها هناك، هتحبيها جدا دي رحيمه على الاخر. هناك جينيا بتشوف ارليت وهي بتهزق كل اللي شغالين عندها ومش رحمهم، ولما جينيا بتقدم لها نفسها وتقول لها انها بتدرس الخياطه والحياكه وكل حاجه في الجامعه، ارليت بتقول هو ده اللي كان ناقصني، مبتدئه في عالم الحياكه فاكره نفسها حاجه وهتغير العالم. جينيا لما بتشوفهم شغالين بالطريقه بتاعتهم بتقترح على ارليت طريقه مختلفه للحياكه، ولكن ارليت بترفض وتقول لها ماشي عاوزاكي معايا، ولما بتلاقي ان جينيا مصره بتخليها تروح تشيل كراتين مع بنتها، جينيا بتوقع الكراتين وارليت بتضحك عليها. في المشغل جينيا بتشوف ارليت بتتكلم مع بنتها ورفض انها تشارك في الكرنفال، وبنعرف ان بنتها بتدرس موسيقى وارليت رافضه الموضوع ده وعاوزاها تستمر في الحياكه. جينيا بتروح لها وبتسالها هو انت بتحب الموسيقى؟ لو بتحب حلمك يبقى لازم تسعي وراه، ولما بنت ارليت بتقول لها مش هعرف، جينيا بتقول لها انك تمشي ورا حلمك وتحاولي افضل من انك تفضلي مكانك وتندمي في المستقبل انك ما حاولتيش، روحي انت لدرس الطبول والموسيقى وانا هدعمك. جينيا بتتفرج على درس الطبول وبتكلم جدتها فيديو كول، وهنا بيجي غويمه الشاب الكول بيقول لجينيا ممنوع تصوير هنا، وجدتها بتشوفه وبتسلم عليه وبتقول لها هو ده حبيبك يا جينيا؟ ده وسيم جدا حافظي عليه يا بت. وبعدها غويمة الشاب الفورما البرازيلي جدا بيفضل يرقص مع جينيا حبة رقص زي الفل. تاني يوم في الكرنفال جينيا بتقف مع بنت ارليت قدام مانيكان لابسه الفستان اللي هتلبسه كيلينيا كيريكيرو، وبتقول لها الجناحات شكلها وحش وتصميم الفستان عرة، ايه القرف اللي انتوا عاملينه ده بجد؟ هنا بتيجي كيلينيا كيريكيرو بنفسها وبتقول لها انت معاكي حق انا سمعتك يا شابه، انت معاكي حق جدا، وبتطلب منهم كلهم يصوروا ستوري على انستجرام معاها مع
بعض. بعدها بتواجهه مشكلة في الشغل، وجينيا بتلاقي حل للمشكلة وبتقرر انها تغير تصميم في الفستان اللي الست الراقصة بتلبسه، ولكن بنت ارليت بتكون خايفة جدا من رد فعل امها. جينيا بتصمم على رأيها وبيخيطوا الفستان بتاع عارضة الازياء والراقصة المشهورة، وبيقدروا يحلوا المشكلة، وارليت بتكون منبهرة والمسؤول هو كمان مبسوط. جينيا بتطلب من جوكا المسؤول انه ياخدها لمكان كاري المصممة المشهورة هتكون موجودة فيه، وجوكا بيوافق وبيطلب من ارليت تثبت روح معاه. جينيا بتروح لمكان الكرنفال مع صاحبتها كاكا اللي نفسها تبقى مغنية، واخوها بيوصل الكرنفال بعد ما هو كمان قرر يروح لها. جينيا جوه بتكون مبسوطة جدا مع صاحبتها كاكا. كاكا بتتفاجئ ان كيلينيا كيرو كيرو موجودة، وبتقول لها شايفة الشاب اللي جنبها ده مدير اعمالها والمسؤول عن كل حاجة، انت لازم تعرفيني على كيلينيا كيرو كيرو ناو بيرفاور. جينيا بتدخل مع صاحبتها عند كيلينيا كيرو كيرو وبتقدمها ليها، وكيلينيا بتقول لها اتكلمي مع مدير اعمالي ولو موهبتك عجبته وانا هدعمك. ومدير الاعمال المغرور اللي شايف نفسه نجم بيتكلم مع كاكا بطريقة متكبرة. على الجانب التاني ويما بيوقع مشروب على تيشيرت جينيا وبيقول لها تعالي اما نغسل التيشيرت، وفي الطريق بيسلم على كل الناس وكل الناس بيحبوه وهو شاب محبوب جدا، وجينيا بتنبهر من شعبيته. بيعرفها انه كان عايش في لوس انجلوس وبيشتغل عرض ازياء، لكنه دلوقتي بيشارك في عمل كرنفالات لانه بيشوف انه عمل اسمى من عرض الازياء، وبيقلع التيشيرت لجينيا وبيخليها تلبسه وهو هيروح يشوف حاجة تانية يلبسها بكل اخلاق ومكارم. في الوقت ده اخو جينيا بيوصل لمكان الحفل ورجل الامن بيمنعه لانه مكان لكبار الشخصيات. جينيا بتشوف اخوها وبتطلب مساعدة جوكا، وجوكا بيخلي بتاع الامن يسيبه. غويما بيجي وكيلينا كيرو كيرو بتقدم عرض اولي سنوي، وجينيا بتشوف ان كاري مصممة الازياء العظيمة وصلت. لسه بتروح تكلمها لكن كيلينيا كيرو كيرو بتقطع عليهم الكلام، وهنا بيحصل خلاف بين كيلينيا كيرو كيرو الراقصة العظيمة وبين كاري مصممة الازياء العظيمة جدا، وكيلينيا كيرو كيرو بتحلف لهم طلاق تلاتة ما هي حاضرة الكرنفال باللبس العرة اللي معمول ده، وكاري بدورها بتوبخ ارليت وبتسيبها وتمشي. ولو حد مش فاهم حاجة احب اقول لكم ان كاري هي مصممة الازياء بتاعة كل الازياء اللي هتتعمل في الكرنفال، اما ارليت فهي مسؤولة الخياطة والحياكة اللي هتخيط وتركب وتفصل كل الازياء اللي صممتها كاري. جينيا بنت ايجابية مش بتحب تقف مكتوبة الايدي، بتخرج ورا كاري مصممة الازياء وبتتحايل عليها تسمع لها، بتقول لها انا هقدر اساعدك واغير تصميم الفستان اللي هتلبسه كيلينيا كيرو كيرو، ومتأكدة انه هيعجبك وهيعجبها، وبعد حبة تطبيل زي الفل وانت اعظم مصممة ازياء في العالم والجو ده. كاري بتوافق وبتقول لها اركبي، وجينيا بتركب في العربية اللي هتاخدها لطريق الشهرة والاحلام. في الجناح الفندقي بتيجي تاتي بنت ارليت ومعها الفستان والعدة، وجينيا بتبدأ تفرج كاري على الديزاين المناسب، بترسم لها حبة رسم زي الفل والديزاين بيعجب كاري جدا. وتاني يوم كاري بتتكلم مع كيلينيا كيرو كيرو بعد ما عجبها الفستان هي كمان، وبتنسب الفضل لنفسها وانها طورت الفستان بعد ما الهمتها. وجينيا وتاتي بيتضايقوا جدا لان كاري دي انسانة انانية، ولكن جينيا مش بيهمها وبتكلم كاري وبتطلب منها تكتب لها رسالة التوصية. فكاري بتقول لها اتقني عملك الاول وانا هبقى اشوف الموضوع ده. بعدها جينيا بتكون قاعدة مع اخوها واصحابهم يحتسوا بعض المشروبات، وكيلينيا كيرو كيرو بتيجي وبتعرفهم انها فهمت ان كاري كدابة وان مش هي اللي طورت الفستان لانها انسانة مغرورة متكبرة. هنا بقى بيجي غويمة وبيقول لها اتفق مع كلامك، كاري فعلا انسانة متكبرة ومغرورة. وبياخد جينيا عشان يرقصوا مع بعض حبة رقص زي الفل، وجوكا بيظهر هو كمان وبيطلب من اخو جينيا ينضم للفريق بتاعه عشان عندهم واحد ناقص، وبيحصل حبة رقص بعدها، وكاكا صاحبة جينيا بتغني قدام كيلينيا كيرو كيرو حبة غنى زي الفل. تاني يوم في الكرنفال غويمة بياخد جينيا وبيوريها النسر، وكمان بيفرجها على باقي العرض من فوق. كاري لما بتشوف جينيا مع غويمة والاخير معجب بيها بتروح لهم وهي مصرمة على الاخر وبتوزع جينيا، وجينيا غلبانة مش فاهمة حاجة، وبنتفاجئ ان كاري كانت على علاقة حب بغويمة. هو بيقول لها احنا علاقتنا انتهت خلاص يا كاري، وبعدين بطلي محاولاتك ومضايقاتك لاي بنت بتقرب لي، انا مش هرجع لك تاني ومش عاوز اعرفك. وهي بتقول له جينيا اللي انت فرحان دي انا هقضي عليها. على الجانب التاني كاكا صاحبة جينيا بتكلم مدير اعمال كيلينيا كيرو كيرو عشان تشق طريقها، وبنشوف الاحتفالات الكرنفالية والرائعة والجميلة جدا، وارليت بتشكر جينيا وبنتها جدا جدا، وبتقول لبنتها مسموح لك تحضري العرض، وبتحضن جينيا حضن زي الفل وبتشكرها، والاجواء الكرنفالية بتكون زي الفل على الاخر. مدير الاعمال بيتكلم مع كاكا وبيحاول يجر رجلها لحاجات مش تمام، وبيقول لها تعالي معايا نتكلم في الشقة حبة كلام زي الفل، ولكن كاكا الاخلاق والمكارم مش بتبيع نفسها مقابل الشهرة، وبتسيبه عشان تمشي لكنه مش بيسيبها. وبيجي غويمة بيتدخل ينقذها هو وجينيا. مدير الاعمال بيقول له انت مين اصلا؟ فغويمة بيقول له انا غويمة ياسطا، وبياخد البنات ويخرجوا برا الحفل. وكيلينيا كيرو كيرو بتيجي وهما بيشتكوا لها. مدير الاعمال بيقول لها البنت كدابة هي اللي كانت بتغريني وبترش على نفسها طحينة. كيلينيا كيرو كيرو بتقول له انت مرفوض يا استاذ فالتذهب الى الجحيم، انا عمري ما هكذب البنت البريئة الغلبانة دي واصدقك انت يا ذئب الانسان، مش عاوزة اعرفك تاني. وبعدها بتحصل بصة بينه وبين غويمة
تزويمة كل واحد فيهم بيعلن من خلالها عن ذكورته والفحولة. شلة الغوازي المنحلين بيروحوا المكان مرتفع يتفرجوا على الكرنفال ويحتسوا نخب زي الفل. وبنتهي اليوم بان حب غويمة وجينيا بيكون رسمي خلاص. وتاني يوم صباحا في بيت غويمة كاري بتصحيهم وبتطرد جينيا من المكان وبتقول لها انسي امر رسالة التوصية، موضوعك منتهي خلاص. وبتعرف جينيا ان غويمة حبيبها وبتمشي. وبالتالي جينيا بتفضل تتخانق مع غويمة انه خب عليها وما قالهاش. غويمة بيقول لها انا كنت هقول لك على فكرة بس انت ما ادتنيش فرصة، انا كنت على علاقة بكاري زمان بس العلاقة دي انتهت خلاص وهي مش قادرة تتقبل ده. وبعد حب التوبيخ زي الفل ابو جينيا بيتصل بيها وبيعرفها ان جدتها تعبانة عشان تكون كملت خلاص ما هي زاطت بقى. فجينيا بتروح جري مع اخوها للمستشفى. ابوها بيقول لها لقد خاب املي فيك يا بنتي، فعلا يا عيب الشوم عليكي ولك، من النهارده هتمسكي لي الحمله الانتخابيه وهتنسي موضوع الازياء والموضه ده خالص. بعد التوبيخ جينيا بتطلع تطمن على جدتها اللي بتكون كويسه وبتطمنها وبتعرفها انها زي الفل وبابا بيبالغ حبتين. بعد الرجوع من المستشفى جينيا واخوها بيشوفوا كاري على التلفزيون وهي بتعلن عوده علاقتها مع غويمه وانهم بيعلنوا علاقه حبهم للعامه كاتنين حبيبه اخلاق ومكارم مع بعض. جينيا بتجيلها فكره وبتقرر انها تروح تنفذ مخطط في دماغها. بتروح تقابل صاحبتها وبتجيب الكرنفال كله للبلده بتاعتها وده عشان تفرح جدتها وتساعدها تحسن صحتها. بابا بيخرج من البيت وبيشوف اللي حصل في بلده الاخلاق والمكارم. بعد حبه زعيق منه على مقاومه من بنته جينيا قلبه بيحن، بيقول لهم اعيد الطبول والاحتفالات والكرنفالات الصحاح بالليالي الملاح، بيحضن اولاده بكل اخلاق ومكارم. هنا بيظهر الشاب الوسيم غويمه وبيدي رساله التوصيه لجينيا، الرساله اللي بتكون موقعه من كاري بذات نفسها وشحمها ولحمها. جينيا بتساله انت اقنعتها ازاي؟ وبدوره بيقول لها مش مهم، بتمنى لك حظ سعيد في باريس. بعدها جوكا صاحب غويمه بيعرف جينيا ان غويمه عمل اتفاق مع كاري انه يرجع لها مقابل انها تكتب رساله التوصيه. جينيا بتقفش جامد موت وبتمسك المايك توبخ غويمه حب التوبيخ زي الفل، بتقول له لولا انك وقعتني في حبك واعترضت طريقي انا كنت هكسب رساله التوصيه دي من كاري بنفسي، بس انت كذبت عليا وحبيت تعمل الضحيه وتكمل معاها عشان انا اعيش بسعاده، انت مش احسن مني يا استاذ. وبتقطع رساله التوصيه وهي بتقول انا مش فارق لي حاجه ومش هخليك تضحي بحريتك من اجلي، تولع المنحه الدراسيه على باريس على رساله التوصيه، انا غاضبه منك يا غويمه وهفضل غاضبه. فغويمه بيقفش جامد وبيدينا سمانته وبيمشي، ولكن جينيا بتمشي وراه وتلحقه عشان ينتهي الفيلم بالاثنين وهم اخلاق ومكارم في قلب الكرنفال الجديد مع بعض. اعتقد ان الفيلم هدفه كان اظهار ملامح البرازيل الحضاريه والفلكلوريه اكتر من تركيزه على قصه الحب، لان القصه الرئيسيه ما تحددتش هل هي قصه رساله التوصيه ولا قصه حب غويمه وجينيا ولا الكرنفال ذات نفسه، ولكن اللي حصل ان التركيز الاكبر كان من نصيب الكرنفال، بحيث التركيز على الهويه البرازيليه الشعبيه كله نصيب الاسد. وفي الواقع الفيلم اظهر ده بشكل ممتاز جدا جدا جدا. والعبره من الفيلم هي التملق والتسلق والوصوليه، كلما كنت متملقا وصوليا ومتسلقا عزيز المشاهد وليت حد يكتب لك رساله التوصيه ويكون لك واسطه، حياتك هتكون احسن بكتير وهتشعر فعلا بالتغيير. والحد هنا يكون ملخصنا انتهى ونشوفكم في ملخصات جديده. فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركونا برايكم في الكومنتات عشان نرقص ونعمل كرنفالات في قلب الكومنتات مع بعض. كان معكم محمد الشامي كيرو كيرو من قناتكم بيت التنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.